حقيقة موضوع مهم، وال يعني يمكن الكشف الأثري الأهم ضمن 7 اكتشافات هامة أثارت فضول العالم كله في 2023. على رأس هذه الاكتشافات كان ورشة لتحنيط المومياوات، مصر أعلنت عن اكتشافها في سقارة. والحقيقة أنه من ضمن ال7 اكتشافات دول كان يمكن مدينة المايا في المكسيك، وراس حجري ضخم في محيط قريب من تشيلي، وسيوف البحر الميت. لكن الحقيقة العالم كله برضو مسألة التحنيط دي سر الناس منتظرة انها تكتشف، فان احنا نلاقي ورشه للتحنيط ده معناه انه في ادوات، ده معناه انه في ماده اللي كان بيحنط بيها القدماء المصريين، فده مهم جدا. وعشان كده العالم كله لسه يعني بيمشي ورا خطوات المصريين القدماء في مساله التحنيط. خلينا نسمع اكتر عن هذا الكشف الاثري الاكثر اهميه ضمن الكشوفات الاثريه 7 في 2023. معنا على التليفون دكتور بسام الشماع، باحث ومؤرخ متخصص في علم المصريات. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. وليه العالم بينظر لمساله التحنيط دي الى الان باهتمام شديد جدا علشان نقدر ان احنا نكتشف اي سر من اسرارها؟ كل ما هو غامض جذاب، كل ما هو غامض جذاب، وخصوصا في عالم التاريخ، ونخص بهذا التاريخ المصري القديم اللي العالم كله بمجرد ما بتقولي ايجيبت او ايجيبتولوجي او علم المصريات او كلمه مصر او اسم مصر باي لغه من اللغات، بيتم على طول عمليه جذب ناحيه هذا العلم او هذا الخبر، ومنه الخبر بتاع سقاره اللي حضرتك تقدمت بيه. سقاره السنه دي كانت الحقيقه نجم من النجوم الكبار في علم المصريات في العالم، لان ما كانش فيه بس الاكتشافات بتاعه الورش بتاعت التحنيط، ولكن هناك اكتشافات عديده جدا السنه اللي فاتت والسنه دي، وكلها مربوطه ببعضيها، زي برضيه وزيري 1 وبرضيه وزيري 2. دي برضيه 16 متر، اطول برضيه 16 متر، ورقه واحده ومكتوبه بكتابات بعنايه كبيره جدا جدا. ديت اول برضيه بهذا الطول، والاكتشاف كان بايدي مصريه. دي الميزه الثانيه بقى في الورش بتاعت التحنيط والبرديات المهمه اللي بنتكلم عليها، ان في ايد مصريه 100% بقياده العلماء بتوعنا، ببدايه من الاستاذ الدكتور مصطفى وزيري بوزاره الاثار، وكل بقى العباقره بتوع الترميم. لان انت لما بتيجي تكتشفي انيه مثلا بداخلها بقايا، مثلا زي في ورشه التحنيط يبقى فيها بقايا مواد استخدمت في التحنيط، دي ممكن تؤدي بينا الى حلول فكره هو كان بيحط انجريدينز ايه او مقادير ايه المصري القديم، عشان يطلع في الاخر خالص بهذه الماده الغامضه اللي لغايه دلوقتي احنا بنتناقش فيها في علم المصريات، اللي بتحافظ على جثمان او على جزء من الجثمان لمده 3000 و 4000 عام. ادي نمره واحد. نمره اتنين، اكتشاف الورش ديت وفيها كانت اسره، يعني كان فيها سراير، السراير ديت كانت بتستخدم والاواني بتستخدم، بل ان هناك اكتشاف لورشه تم اكتشاف فيها عدد من الاواني، وكان مكتوب على بعض الاواني اللي بره اسماء الماده، فده فادنا جدا الماده فده فادنا جدا احنا عرفنا ان مش بس المواد اللي استخدمها في التحنيط ايه، لكن كمان اسمائها بالهيروغليف. ده اعاده واضافه لفصل من فصول تاريخ البشريه، ومنها فكره التحنيط، والتحنيط على طول بيبقى ليه علاقه بالطب وبتاريخ الطب. الدنيا بتقول ان مصر علمته للعالم، وعلمته لجالينوس اليوناني، وعلمته لابو قراط اللي العالم كله بيسميه ابو الطب، واحنا بنقول لا، ابو الطب هو حي صراع، اول طبيب اسنان واول طبيب موثق في التاريخ. طب دكتور بسام، هو وجود الورش دي في سقاره في 30 ثانيه الاكتشاف بتاع السقاره بتثبت حاجه مهمه قوي، ده عايز اقولها لكم لانها هتاتي كمفاجاه لناس كثيره. هي ان في 2016 العالمه ساره باركاك، وهي عالمه مصريات ومنقبه ومدرسه في جامعه وسيده معتبره، وايضا بتعمل مع وكاله ناسا للفضاء، بصي 5 حاجات كبيره جدا، وطلعت خرجت علينا في مقاله هامه جدا قالت فيها فحواها ان الذي تم اكتشافه من اثار مصر، اسمعوا دي يا مصريين الله يكرمكم، الذي تم اكتشافه من اثار مصر اقل من 1%. هو ده اللي انا كنت بسال حضرتك عليه يا دكتور بسام، هل وجود الورشتين دول في سقاره يقول ان لسه في ورش كمان ممكن تكون موجوده؟ يا فندم سقاره مكان يستخدم في الورش التحنيط وكجبانه، يعني زي عرافه كده للدفن، ومكان للطقوس الدينيه، استمر من الاسرات الاولى، يعني بنتكلم في الثلاثات
قبل الميلاد يعني من 5000 سنة تقريبا، حتى بناء البنايات القبطية المسيحية القديمة. متخيلة في كم ألف سنة المكان ده استخدم دينيا؟ يعني لو أنا طلعت قلت لك في 100,000 أو 200,000 أو مليون مليون بدون مبالغة مليون جثمان أو مومياء في صحراء سقارة أو في جبان السقارة، أنا هنا ما ببالغش. صحيح. ولذلك عملية هذا الربط والكشف، ولذلك وعليه العالم كله بيحتفي بهذه الاكتشافات المصرية 2024، أو اللي أنا بأمله في الربط. لسه في خمس حاجات مهمة جدا أنا بدعو بقى العلماء إن هم يبدأوا. الأول مقبرة الإسكندر الثالث المقدوني الأكبر الكبير، أدي واحد لسه ما لم يتم اكتشافه. المقبرة بتاعت نفرتيري اللي هي المشهورة جدا في وادي الملكات، لكن جثمانها لم يكتشف بعد، وهي زوجة رمسيس الثاني الشهيرة. نفرتيتي اللي هي نفرتيتي برضو المقبرة بتاعتها وجثمانها لم يكتشف بعد. وطبعا المشهورة جدا رغم انها غير مصرية كليوباترا السابعة اللي مدوخانا لغاية دلوقتي لا مقبرة ولا جثمان. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور بسام الشماع الباحث والمؤرخ متخصص في علم المصريات، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.